تراجع أعداد طلبات اللجوء إلى 48%. فيينا تضاعف مساعدة السكن وتمنحها لفئات جديدة. الحكومة تقدم دعم الطاقة للمنظمات غير الربحية. شاب يطعن أباه 7 مرات بسبب خلافات عائلية. نمساوي يعترف بإحراق عدة أماكن بينها مطعم في فيينا. وشركة ريد بول تحقق نمواً على مستوى العالم. من النمسا ميديا أحييكم وأنقل لكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أظهرت بيانات وزارة الداخلية النمساوية أن عدد طلبات اللجوء في النمسا لعام 2023 قد انخفض بنسبة 48% لما يصل إلى 58,000 طلب. وبين التقرير انسحاب حوالي 30,000 طالب لجوء من الإجراءات الأولية ومغادرتهم للنمسا ورغبتهم في اللجوء إلى دول أخرى. وبقي السوريون الأكثر تقديماً، يليهم الأفغان ثم الأتراك. وتمت الموافقة على أكثر من 16,000 طلب لجوء مقارنة ب 13,000 في العام السابق. وفي نفس الوقت صدر 60,000 قرار سلبي في 33,000 حالة، إضافة إلى أكثر من 12,000 حالة ترحيل. أعلنت حكومة فيينا عن طرح تحسينات في دعم الإيجار، وذلك بعد مراجعة شاملة. وتتضمن التحسينات توسيع نطاق المستفيدين وزيادة مبلغ الدعم. وتهدف هذه التدابير إلى تخفيف تكاليف الإيجار خاصة للأسر، حيث يتوقع أن يحصل كل من الأم أو الأب الذين يربون أطفالهم لوحدهم ويدفعون إيجارا قدره 650 يورو على 361 يورو بزيادة 120% عن السابق. وتطبق هذه التغييرات اعتبارا من 1 مارس مع إطلاق دعم يخصص للذين يواجهون تهديدا فوريا بالفقر بينهم متلقي الحد الأدنى من الدخل. أعلنت وزارة الثقافة عن البدء بتقديم طلبات دعم تكاليف الطاقة للمنظمات الخيرية والتطوعية والدينية بهدف تخفيف الأعباء عنها. وسيتم دفع تكاليف الطاقة الزائدة لعام 2022 بنسبة 30% ولعام 23 بنسبة 50% بأثر الرجعي، وذلك بعد تخصيص ما يصل إلى 140 مليون يورو من الحكومة. وأكد نائب المستشار فيرنا كوغلا على أهمية هذه المنظمات في تعزيز التلاحم الاجتماعي، مشيرا إلى تقديم الدعم لتخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة. أقبل شاب يبلغ من العمر 22 عاما على قتل والده بسبع طعنات في منطقة أوبرنبيرغ أم إن بالنمسا العليا. وكانت الخلافات العائلية قد اتسعت بينهم، وانتهى النزاع بين الأب وابنه بمأساة، حيث قام الابن بقتل والده البالغ من العمر 59 عاما. واعتقلت قوات الشرطة الكبرى الابن واقتادته إلى الحجز. وكان الشاب قد تم فرض حظر دخول عليه إلى منزل عائلته سابقا، ولكنه قرر زيارة والديه صباح الجمعة وحصلت الجريمة. اعترف نمساوي يبلغ من العمر 46 عاما بإضرام عدة حرائق كان آخرها في مطعم بجزيرة الدانوب في فيينا قبل أيام. واعتقل الرجل لكونه مسؤولا عن حرائق أخرى في المنطقة يوم الأربعاء في كاكران بلاتس في منطقة دوناوشتات في فيينا، حيث حددت هوية المشتبه من خلال كاميرات المراقبة. وأقر النمساوي بتورطه أمام الشرطة، ولكن دوافعه لا تزال غامضة. وتم ربط الرجل بحرائق أخرى في نفس المنطقة على جزيرة الدانوب في العامين الأخيرين. حققت شركة ريد بول لمشروبات الطاقة أرباحا قياسية في عام 2023، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 9% لتصل إلى 10.56 مليار يورو.
وتم بيع 12.14 مليار علبة من المشروب الشهير على مستوى العالم بارتفاع 4.8% عن العام السابق. ويعزى النجاح إلى تطور المبيعات وإدارة التكاليف الفعالة للشركة، حيث تشير استراتيجية المستقبلية إلى التوسع في أسواق غرب أوروبا والولايات المتحدة وبلدان النامية، وقد وصل عدد الموظفين فيها إلى ما يصل ل 18,000 في 177 دولة بنهاية 2023. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجراد على هواتفكم ليصلكم كل جديد. كنت معكم أنا أسامة زهير، ونهاية أسبوع سعيدة، وإلى اللقاء.